والجميلة والتي توفق لكل انتصار للفسادين والفساديين. حط مترقم قياسي بباريس بفرنسا وين فعل العلم الجزائري عاليا في هذه المحافل، نشكرها اللي فرحتنا وفرحت الجزائر وفرحت الشعب الجزائري. نهديها للشعب الجزائري هذا الميداليون، نهديها خاصة للشعب الباتني اللي استقبلني بها حفاوة، وهذا الشيء ثاني شجعنا ووالي ولاية باتنا ودي جياس تاع باتنا كامل اللي يعني اللي استقبلوني اليوم. ودنا نشكرهم يعني على هذا التكريم والمبادرة اللي داروا لي اليوم، هذا الشيء خلينا نتحفزوا أكثر وأكثر، والحمد لله علامنا رفرف في باريس. احنا الحمد لله ولفنا وعندك عدنا والتقاليد في الأحداث هذو من 2004 من لعب أثينا، وحنا الحق في الإنتاج في الإنجاز حتى اليوم على غير ردنا على كل العاب بكين، العاب لندن، العاب طوكيو، العاب برازيل، وزدنا ختامها كان يعني ختامها مسك، وناني كانت درنا ميداليه ذهبيه في كان في ظروف كانت سيرتو كانت النهار كانت ظروف مناخيه جد صعبه، يعني باش حقق النتيجه هذه كان صعب.